انا اللي اسال عمرو سلامه ولا اسر ياسين انت اللي تساله عن الفيلم؟ لان انا عارفه انه الفيلم مولود من زمان وانتوا الاثنين يعني كان في احاديث يعني احاديث بقى لها ايه 10 15 سنه ده حقيقي. فانت ممكن تحافظ التاريخ اكتر. الفيلم ده كان حاجه تانية خالص اصلا. كان فيلم تاني خالص كان اسمه اكبر الكبائر صح، وكان كاتبه تقريبا وقت بعد على طول زي النهارده. زي النهارده كان 2008. لا انا بعت لك على فكره نسخه 2008 يعني بصيت على الايميل 2008 بالظبط 2008 قبل ما نخلص زي النهارده. وكان ده انا جيت متاخره. ما انا بقول لك لسه ما اتولدتيش وقتها مثلا انت بعت الفكره على الميل لاسر من 2008 صح. اول مره حكيتها له انا فاكر كنا بنصور مشهد نهايه زي النهارده، مشهد كده انا بحبه، كان بسمه واسر واحمد الفيشاوي، وكان مشهد كده صعب جدا وكنا متاخرين فيه، وخدت اسر على جنب انا فاكر الموقف يعني، وحكيت له على الفيلم وحبه جدا. وساعتها كان فكره ثانيه باحداث ثانيه خالص، بس كان جوهر الفيلم هو طبعا التيمه واحده. والكلام ده كان زمان جدا يعني 2008 بالظبط كنت بعته له. طب ومن 2008 ل 2023 يعني ايه؟ لا الفيلم اتغير كتير جدا، وقعدت مع اسر على مدار سنين كتير كل شويه نقول نعمل الفيلم ده وبعد كده نرجع نفتكره. وبعد كده في يوم انا فاكر قعدنا عندي في البيت في البلكونه، وحتى هو قال لي طب ما الفيلم يبقى اسمه شماريخ، وكانت فكرته حتى اسم الفيلم ايه ده بجد؟ اه ايه يا جماعه؟ كويس انت بتقولي الحاجات دي دلوقتي. كان فيلم تاني خالص. ما كانش فيه نساء اصلا. كنت هقولها يا جماعه تشكوها في الموضوع عشان نفاجئها النهارده. كنت عارف حاجات الفيلم يا جماعه. فاكر فعلا قعد البلكونه دي كنا عنده في البيت، قعد حكى الفيلم تاني. احنا برضو كل ما بنبعد كل ما احنا اصلا فنيا كل واحد ليه تجاربه، كل واحد ليه تجربه الشخصيه والعمليه اللي خلته حاجه تانية خالص. فبيحكي الفيلم فبقى الفيلم واخد اتجاه تاني خالص، فابتدى يبقى واحد ليه علاقه بالبومب وبيشتغل في مصنع مش عارف ايه وبتاع. فجت فكره شماريخ.